اليارسانية أو الكاكائية التي تسمى أيضا بأهل الحق، وهي ديانة توحيدية ولها طقوس خاصة وتحترم الديانات الأخرى. وكلمة يزدان تعني الرب أو الخالق، التي كانت معتنقة من قبل معظم الأكراد قبل المد الإسلامي في إيران. لديهم طقوس وديانة خاصة بهم اللي هي الديانة اليارسانية. طبعا لديهم بعض الخصوصيات الخاصة بهم، أنهم كتومين ومسالمين دائما الطبيعة، مكونات الطبيعة، الأرض، الهواء. لديهم احترام يعني فوق المستوى إلى مكونات البيئة. إذا هم لديهم ارتباط وثيق مع البيئة المحيطة بهم واحترام يعني كبير للبيئة. فإذا من الشخصيات الكاكائية الموجودة، وطبعا لديهم امتداد في بعض مناطق محافظات كركوك، يعني بعض المناطق الذي يعني حي الأحياء السكنية في كركوك يعني هم تركيز للكاكائيين. تقدر أعداد الكاكائية في العراق بأكثر من 2 مليون نسمة يعيشون في كركوك وديالة وتكريت وغيرها من المدن، منعزلين بسلام، يمارسون طقوسهم بعيدا عن الأضواء. الثانية هي ديانة قديمة تعود جذورها للديانة المثرائية، وهي امتداد لتلك الديانة. في العراق يسمون كاكائية، وفي إيران يسمون أهل الحق واليارسانية والسنجاويين والقلقانيين حسب الجغرافيا الموجودة. وسابقا في الموصل كانوا يسموننا الصارلية. هذه الديانة هي ديانة توحيدية تؤمن بوحدانية الله وتؤمن بالتناسخ والأرواح، ولها أركان أربعة: الطهارة والصدق والتسامح والتضحية بالذات، يعني القناعة. تسليط الضوء ونقل الحقائق عن الكاكائية لتعزيز الأواصر المجتمعية بين أبناء الشعب الواحد رغم تنوع المذاهب والقوميات والطوائف الموجودة في العراق. سعد السلطان، قناة التغيير، كركوك.